كابتن اسامه الف مبروك، 3 نقاط هامه جدا في الصراع على لقب الدوري. الحمد لله، فوز يعني في وقت صعب جدا. المباراه تقريبا كانت انتهت يعني لحظه فاول لما جبت المكسوني ثم تسديده علي معلول. انا يمكن بقول انه الحكم كمان طول شويه بعديها دقيقه ولا لعبتين ثلاثه عشان، لكن هي المفروض الهدف يجي يا دوب تتصدر وتخلص. ممكن على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه، وممكن ما يسنترش. ممكن ما يسنترش يعني خلاص الوقت خلص، خلاص مفيش مشكله. مظبوط، الكوره دخلت جول صفر خلاص. مظبوط، يعني هو حتى بس كان لسه باقي دقيقه يا كابتن. لا كان في دقيقه 95. لا لا كان لسه باقي دقيقه. متاكد؟ ماشي. ايا كان ايا كان توقيت الهدف الثالث قاتل. اعتقد لا يا كابتن بلال قاتل، لانه الشكل العام بعد 2-2 تحس انه احساس ان مش يوم قوي النادي الاهلي، رغم النادي الاهلي ليه اضاع فرص سهله، لكن في المقابل نادي المحل طوال ال 90 دقيقه عمل مباراه جيده، ايضا النادي الاهلي عمل مباراه جيده وفي جهد اتبذل كتير جدا، ولكن شويه يعني اتاخد علينا بس ان احنا جبنا الهدف الثاني بدري جدا جدا في بدايه الشوط الثاني، يعني الدقيقه 48 ونص تقريبا، يعني بعد 3 دقائق ونص من بدايه الشوط 2-0. يعني بدون داعي فقدت السيطره في نص الملعب، ما بتنهيش الهجمات بشكل كويس الا غير في وقت ضيق قوي. تغيير محمد شريف، انا يعني طبعا ربنا يشفي حسام حسن وما يكونش فيه حاجه، تغيير محمد شريف بالنسبه لي كانت مبهمه شويه. ثم السيطرة راحت للمحلة، وكمان زي ما قلت ان النادي الاهلي توفيق جاله ان يجيب جون التاني في بداية الشوط، يعني يسيطر على المباراة تماما. المحلة يمكن عشان المجهود اللي بذلوه والروح اللي كانوا لاعبين بيها من اول مباراة، ربنا كافئهم بجون برضو يعتبر بدري في الدقيقة 56، هو ده اللي ادى حماس تاني لعيبه المحله ان ممكن يرجعوا للماتش، لانه لو الامور كانت طولت 25 دقيقه و30 دقيقه من الشوط الثاني والنتيجه 2-0 مع النادي الاهلي كان هيبقى صعب جدا. ولكن الجون جه سريع في الدقيقه 56، يعني بعد هدف النادي الاهلي بسبع ثمان دقائق اداهم روح ثانيه، والمباراه ابتدت رايحه وجايه. انت ليك فرصة أو فرصتين كانوا محققين، طبعا أهمهم اللي اتلعبت حلوة قوي بتاعة أحمد عبد القادر من حسين الشحات لأحمد عبد القادر اللي حطها في القائم، وهم برضو ليهم أكتر من كورة، لكن في النهاية النادي الأهلي مجمل المباراة استحق المكسب، رغم أنه في بعض الأخطاء خاصة من وجهة نظري في نص الملعب، لأنه احنا قفشه كان بيلعب على الطرف قوي ناحيه علي معلول للشوط الثاني، وبيرسي تاو كان بيلعب ناحيه اليمين قوي، وشريف وديانج تقريبا السلاي وديانج تقريبا على خط واحد، يعني هم الاربعه قدام الخماسي سايبين مساحه كبيره جدا للاعيبه غزل المحله للسيطره على وسط الملعب، وانه يوصلوا للثلث الاخير عندنا بسهوله. يمكن دي كانت هي دي اللي عامله ربكه شويه، والتغييرات شويه بتاعت محمد شريف ونزول حسام حسن ثم ميكسوني هنتكلم كان الافضل ان شاء الله باذن الله. لكن في النهايه ماتش مستحق للنادي الاهلي الحمد لله.